عليكم خوتي اخواتاتي، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله وتكونوا في صحه جيده يا ربي امين. اليوم جيت نبارطاجي معكم لا بريباراسيون، غادي اول مره نطيب في هاد مولينكس كوكيو. فوالا غادي نجرب معكم اليوم. بغيت ندير اللحم بالبرقوق واللوز، وبغيت نسيي نطيبه هنايا، وغادي نجرب معكم ونشوفوا النتيجه كي غادي تكون. كما قلت لكم هنا عندي اللحم ديال الغنمي، هنايا جوج بصلات مقطعين، عندي تومه وحده، هنا الخرقوم، قرفه، فلفل الكحل، فلفل ابيض، زعفران، شويه فلفل حمراء، الملح، وهنا معطيشه حبات، ما عنديش معطيشه كونسونطري، يعني ما عنديش طماطم لي سائله، الوغ قلت نرمي حبات معطيشات باش يطلقوا لوغو ديالهم. هنايا كما قلتو غادي ندير، غادي نبدا. مرة كنت تشوفوا درت كويسون سو بريسيون، ودرت الوقت 35 درجة، يعني 35 دقيقة باردون، وهنا بحال الكوكوطة يعني مبلعة. هنا غادي ندير شوية ديال الزيت البلدية، بسم الله، فوالا ما نكترش. هنا غادي نزيد البصلة ديالي، بصلة ندير، بسم الله يا ربي، بسم الله، ندير اللحيمات ديالي كما راكم تشوفوا، بسم الله، وهنا غادي ندير العطريه، نخلطوا كل شيء دابا هكا. انا كندير في المرميطه كنقلي المسائل، دابا غادي نسيي هاد لاكويسون بهاد الطريقه وغادي نشوفو، ونرمي اون ميم طون ندير هاد المعطيشات حتى هما. فوالا كما قلت لكم درت المقادير كامله، نحاولوا نخلطوا بملعقه ديال اللوح، لان درتي معلقه تاع الحديد ولا تقدري تقيسي هاد القاع ديالها وماشي مزيان. نخلط هاد المسائل ديالي كامله هكا باش ديك العطريه تدخل مزيان كما راكم تشوفوا. فوالا، وغادي نزيد المرقه، نزيد شويه الماء باش تطيب. راكم تشوفوا غادي نزيد الماء، فوالا نزيد شويه كوميم، فوالا نحرك هاد المسائل هكا. انا كنبغي من كنطيب كنبغي اللحم يتقلى يتقلى مزيان مزيان، عاد ندير لها لاصوص. من غادي ندير هاد، غادي نجرب في هاد لامغميت في هاد المولينكس، غادي نشوفوا الطريقه من طيبوه بهاد الطريقه هكا، غادي نشوفوا النتيجه كي غادي تكون. نتلقاكم هنايا، غادي نسد عليها كيما اطون، سمحوا لي نزيد هاد الحبه ديال البصلات اللي بقى هنا، غادي نسد عليها كيما راكم تشوفوا. فوالا، وهنا تبلعيها هكا. هنا كما تشوفوا نديرو اوكي، وهنا يقول لك الا بغيتي ترقليها يعني فوقاش ما بغيتي ترقليها من بعد باش كي تشعلي عليها تطيب، بغيتي ديريها دروك ديريها دروك، هادي نتاع دروك وهادي نتاع من بعد. الا بغيتي طيبيها من بعد توطاي على هادي يعني وديري اوكي، بغيتي طيبيها دابا ديري هادي سميتو الطياب ديال يعني دروك، بغيتيها ديريها طيب وديري اوكي. فوالا، ونتلقاكم من بعد ونشوفوا النتيجه كي غادي تكون. كيك دير لك فوي باسيونتي، راه تحمى، راه تحمى باش تبدا تطيب، وهنا عندها من كيخرج الفوار. فوالا، ونولي لكم من بعد. كما راكم تشوفوا هنايا راه بدات تخرج الفوار، يعني كملت لا كويسون كما راكم تشوفوا، فان دو كويسون، يعني الطياب كمل. غنستنى حتى يخرج يريد هذاك الفوار، ومن بعد نولي لكم. هنايا البنات كما كملت لا كويسون، كتقول لك كويسون فان دو كويسون، يعني لا الطياب راه كمل، وتقول لك استنى شويه حتى يخرج داك الفوار مزيان ومن بعد عاد نحلوها. نولي لكم من بعد. ها هو حلينا الاخر، غنشوفوا اللحم ديالنا. فوالا، ها هو البنات كما راكم تشوفوا، زدت له واحد 2 مينوت ديال الطياب،
لان لاصوص بقات فيه بزاف، نقصت شويه لاصوص، نقصت شويه لاصوص، وهذيك هي وزدت له واحد 10 مينوت تاع الطياب. نولي لكم من بعد البرقوق شويه يطيب في الماء، ومن بعد غادي نزيد له القرفه والسكر اللي نقصتها من اللحم. قلت علاش ما نديرش فيها واحد الشكاره ديال الرز، باش هكا ما نضيعوش داك لاصوص، ما تمشي لناش باطل. شوفي كتخرج الفوار، هنا قلبتها على هاد الجهه باش ما يمشيليش الفوار على كما راكم تشوفوا اللحم ديالنا طاب، لاصوص جات هذيك هي فوالا. من بعد نرجع لكم. وبالنسبه لهذا عندها واحد لو بتي غازيرفوار هنايا ديال الماء، ملي كتكملي لا كويسون كدير لك هنا علامه يفو فيدي الغازيرفوار تاع الماء، وعاود باش من بعد تولي تستعمليها، لان لوكان ما تخويش هذا اللي كيتعمر بالماء. نوريه لكم، اتوندي نبلعوها نوري لكم. هذا شفتوا هذا كيتعمر غير شويه ديال الماء، كيتعمر دوك ما تعمرش بزاف، فيه غير واحد النقطه ولا جوج، خصك تخويه باش من بعد تقدري تبلعها، سينو ما يتبلعلكش لاكوك، ما تبلعش. فوالا البنات، الا كنتو وجدتو الغبا ومن بعد خليتوه من بعد باش تبغيو تحطو تبغيو تحميوه، دايري لك هاد العلامات بربعه وتختاري غير شوفي، يعني تحمي يعني تسخني الماكله ديالك. انا غادي نوطى باش نديرها يحمى، ومن بعد نوري لكم الطبق. ها هو الطاجين ديالنا ديال اللحم بالبرقوق، وكما قلت لكم لاصوص اللي قلعتها من اللحم طيبت فيها الرز وزوقته هكا، درته بحال في الغرفيه باش هكا كل واحد من الجهه نتاعو، والبيض مسلوق والبرقوق، لاصوص جات عاقده عاقده ها ما نقول لكمش. مهم هذا هو التجربه ديالي اول مره في الكوكوت ديال مولينكس. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله وتبارطاجيوه، وشكرا لكم بزاف، وسمحوا لي لشهيتكم. نتلقاكم فيديو اخرى ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف، ما تنساوليش اللايك والبارطاج. يلا شكرا، بسلام عليكم، وتهلاو في رسالكم، يلا بسلام بسلام.